الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. في مثل هذه الأيام من كل عام تستعيد قوات الدفاع الجوي في ذاكرتها الوطنية المعاني والدلالات العظيمة للانتصارات التي حققتها على مدار تاريخها. فعلى أرض مصر صنع هذا الجيل من أبناء الدفاع الجوي قادة وضباط وجنود ملاحمة وطنية من أعمال تطوير وتحديث لقواتها دعما للإمكانات القتالية ووفقا لأحدث نظم التسليح العالمية. ولا شك في أن الواقع يؤكد دائما أن القيادة السياسية تؤمن تماما بضرورة التطوير المستمر لقدرات أفرع القوات المسلحة المختلفة والعمل على رفع كفاءتها الفنية والقتالية لمواجهة التحديات المحيطة بمصر، ذلك لوضع أي محاولة للعبث بأمن مصر واستقرارها. مشاهدينا الكرام، هذه هي حلقة جديدة وحصاد الجيش المصري في هذا الأسبوع. عالم يموج بالصراعات، تعصف بسلامته وأمنه، أصبحت فيه السماء مسرحا للعمليات. من يمتلكها يحظى بالتفوق والغلبة، فكانت حمايتها أساسا لفرض الهيمنة. مصر يحمي سماءها ومقدراتها رجال على أهبة الاستعداد للذود عن الوطن متى تطلب الأمر ذلك. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء. تحتفل مصر وقواتها المسلحة وقوات الدفاع الجوي بعيد قوات الدفاع الجوي. هذه الحلقة مخصصة لهذه المناسبة. سيادة الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أهلا وسهلا. سيادة الفريق، اختيار 30 من يونيو كل عام للاحتفال بهذه المناسبة الجليلة والمهمة، إذا حضرتك تلقينا الضوء عليها. احتفلنا ب30 مليون يونيو لابد ان احنا نرجع لنذكر نشأة قوة الدفاع الجوي بصدور القرار الجمهوري رقم 199 في الاول من فبراير سنة 1968 بانشاء قوات الدفاع الجوي كقوة رابعة في قواتنا المسلحة. وتحت ضغط هجمات العدو الجوي المتواصل باحدث الطائرات في ذلك الحين طائرات الفانتوم والسكاي هوك ذات الإمكانات العالية مقارنة بوسائل الدفاع الجوي المتيسرة في ذلك الوقت، تم إنشاء حائط الصواريخ. وكان هناك تدريب واقعي في ظروف المعارك الحقيقية خلال حرب الاستنزاف. تمكنت تجمعات الدفاع الجوي صباح يوم 30 يونيو سنة 1970 من إسقاط عدد 2 طائرة فانتوم و2 طائرة سكاي هوك، وتم أسر 3 طائرين إسرائيليين. وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرات فانتوم، وتولى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى 12 طائرة بنهاية الأسبوع، وهو ما أطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم. واتخذ قوات الدفاع الجوي يوم 30 من يونيو عام 1970 عيدا لها، حيث يعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الاقتراب من سماء الجبهة المصرية. سيادة الفريق، أصبحنا نعيش في عالم
يموجوا بالمعلومات، يموجوا بطرق الحصول عليها. تطورت التكنولوجيا بشكل غير مسبوق وأشكال متلاحقة، حتى أن الحفاظ على سرية المعلومات وسرية أنظمة التسليح أصبح أمرا يعني صعب حدوثه إن لم يكن أحيانا مستحيلا. ما هي رؤية حضرتك في كيفية الحفاظ على سرية التسليح في الدفاع الجوي؟ حقيقة في عصر السماوات المفتوحة أصبح العالم قرية صغيرة، وتعددت وسائل الحصول على المعلومات سواء بالأقمار الصناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكتروني المختلفة وشبكات المعلومات الدولية، بالإضافة لوجود أنظمة حديثة قادرة على التحليل الفوري للمعلومات وتوفير وسائل نقلها باستخدام تقنيات عالية، مما بيجعل المعلومة متاحة أمام من يريدها. ولكن هنا لابد أن نشير إلى شيء هام، وهو ما يعنينا في هذا الأمر، هو فكر الاستخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والمعدات اللي بتحقق تنفيذ المهام بأساليب وطرق غير نمطية في معظم الأحيان، بما يضمن لها التنفيذ الكامل في إطار خداع ومفاجأة الجانب الآخر. والدليل على ذلك أنه في بداية نشأة قوات الدفاع الجوي تم تدمير أحد السطارات الإسرائيلية الفانتوم من خلال منظمات الدفاع الجوي الصواريخ المتوفرة لدينا في ذلك الوقت، وكان التحرك بسرية كاملة لإحدى كتائب الصواريخ لتنفيذ كمين وإسقاط طائرة الاستطلاع الإلكتروني للستراتوكروزر المزودة بأحدث وسائل الاستطلاع الإلكتروني بأنواعه المختلفة، وحرمان العدو من استطلاع قواتنا غرب القناة باستخدام أسلوب قتال لم يعهده العدو من قبل، وهو ما تحقق بامتداد لمناطق تدمير الصواريخ لعمق أكبر شرق القناة. ونحن لدينا اليقين أن السر لا يكمن فقط فيما نمتلك من أسلحة ومعدات، ولكن ما لدينا من قدرة على تطوير أسلوب استخدام السلاح والمعدة بما يمكننا من تنفيذ مهمها بكفاءة تامة، علاوة على الارتقاء المستمر بمستوى تأهيل الفرد المقاتل. سيادة الفريق، إذا كان التسليح والمعدات والعتاد بأهمية كبيرة وهذا مطلوب بطبيعة الحال والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والتسليح، لكن الجانب البشري هو الذي يمثل عمق وحقيقة العملية العسكرية يعني، وهذا يحتاج إلى يعني تعامل معنوي، الروح المعنوية لدى الجانب البشري والفرد المقاتل في الدفاع الجوي. حضرتك تقول لي في هذا الصدد؟ احنا بنعتبر دايما الفرد المقاتل داخل قوات الدفاع الجوي هو فرد داخل أسرة كبيرة، بنحرص دايما نغرس في أبنائنا المقاتلين ان الفرد هو اللبنة الحقيقية لبناء الوحدة المقاتلة، ولابد من شموله بالتوعية والتدريب والحفاظ على روحه المعنوية. وبنؤمن داخل قوات الدفاع الجوي بأهمية توفير المناخ المناسب والرعاية اللازمة لرجالنا كمقابل بسيط لما يقدموه من جهد وعرق كلهم في موقعه. احنا تم إنشاء مجموعة من دور الدفاع الجوي لتقديم الخدمات الاجتماعية للضباط وأسرهم في القاهرة واسكندرية والساحل الشمالي، وأحدثها طبعا دار الدفاع الجوي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن التطوير المتلاحق للقرية الأولمبية المتكاملة لقوات الدفاع الجوي بما تمثله من قيمة مضافة لخدمة القطاع الرياضي في مصر والقطاع المدني بما تحتويه من أنشطة رياضية مختلفة بتناسب جميع الفئات، وتأهيل أبناء قوات الدفاع الجوي وأسرهم وكذلك المدنيين. وبتحرص قوات الدفاع الجوي على تحفيز القادة والضباط وبث روح التنافس الشريف بينهم عن طريق تنظيم المسابقات سواء العلمية أو الرياضية، تكريم المتميزين منهم، وبتنظم قوات الدفاع الجوي دائما مسابقات وحفلات التكريم المتميزين من أبناء الضباط، وبتهتم قوات الدفاع الجوي بالزيارات لأبناء المصابين بالمستشفيات الدورية للإطمئنان عليهم كنوع من المشاركة المجتمعية المستحقة لهؤلاء الرجال. بتتعدد هنا وسائل رفع الروح المعنوية داخل قوات الدفاع الجوي بما يدعم التقارب بين أفرادها لتكون حقا أسرة للدفاع الجوي. الحقيقة الوصف الأجمل الذي سمعته يوما عن قوات الدفاع الجوي أنها درع السماء، هي التي تحافظ على سماء البلاد من أي عدوان خارجي جوي. أعتقد أنه هذا المفهوم يتجلى بشكل كبير في ممارسة الأعمال هنا في قوات الدفاع الجوي. رسالة طمأنة للشعب المصري، ماذا تود أن تقول سيادة الفريق؟ بأود في البداية أن أوضح أمر هام جداً.
نحن كرجال عسكريين بنعمل طبقا لخطط وبرامج محددة وأهداف واضحة، إلا أننا في ذات الوقت بنهتم بكل ما يجرى حولنا من أحداث ومتغيرات في المنطقة، والتهديدات اللي بتعرض لي على كافة الاتجاهات الآن وما تثيره من قلق بشأن المستقبل ليست بعيدة عن أذهاننا، ولكن بيظل دائما وأبدا للقوات المسلحة أهدافها وبرامجها وأسلوبها في المحافظة على كفائتها سواء سلما أو حربا. وعندما نتحدث عن الاستعداد القتالي لقوات دفاع جوي فنحن نتحدث عن الهدف الدائم والمستمر لهذه القوات، بحيث تكون قادرة في مختلف الظروف على تنفيذ مهمها بنجاح. وإحنا بنحقق الاستعداد القتالي العالي والدائم ده من خلال الحفاظ على حالات وأوضاع استعداد متقدمة بتكون عليها القوات، وهذه الأوضاع الاستعداد والحالات بتكون طبقا لحسابات ومعايير في غاية الدقة، فإننا دائما نضع نصب عينا للإعداد والتجهيز باستشراف الغد والمستقبل وبالتطوير المستمر لهذه القوات. وبؤكد في مع السؤال اللي حضرتك بتسأله أن للشعب المصري كله، لقيادتنا السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بتولي قوات الدفاع الجوي كافة الدعم لضمان التطوير والتحديث المستمر بكافة أسلحة ومعدات قوات الدفاع الجوي لامتلاك القدرة، وبأكد على امتلاك القدرة وعلى المستوى الذي يليق بالدولة المصرية. وأود أن أطمن الشعب المصري أن قوات الدفاع الجوي القوة الرابعة في القوات المسلحة المصرية، بتعمل ليلا ونهارا سلما وحربا في كل ربوع مصر، عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها. ونعاهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على أن نسير قدما في تطوير وتحديث قوات الدفاع الجوي، وأن نظل دوما جنودا أوفياء بناة للمستقبل، حافظين العهد، مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتنا العربية، حمى الله مصر شعبا وجيشا باسلا يحمل إنجازات ويصون المقدسات. وتبقى قوات الدفاع الجوي المصرية مرادفا لمعنى القدرة العسكرية، فلا بقاء بغير قوة ولا نماء بدون أمن، وحدهم الأقوياء هم القادرون على التصدي وما بين الأرض والسماء، رجال أشداء قادرون على حماية مقدرات الأمة المصرية على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية، لهم السيادة فوق الأرض والريادة في الأجواء، إنهم رجال الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء. وفي النهاية نقول إن ما تمر به قواتنا المسلحة من عمليات تطوير وتحديث وتعزيز للقدرات العسكرية يمكنها من امتلاك عناصر القوة للوفاء بالمهام المكلفة بها للدفاع عن الوطن. حفظ الله مصر دائما أرضا وشعبا وجيشا.